ده مهم. انا معايا برضو تليفون مهم جدا من احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. وشه حلو الحقيقه، دايما متواجد معاكم، عرفته طبعا. اه طبعا. مين؟ طارق اليانديل. الله. على طول. استاذ طارق ازاي حضرتك يا فندم، والف الف مبروك. ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك. الف مبروك لكل الاهلاويه وليك وكابتن سامي اللي منورك. ها ربنا يخليك يا فندم. ازي حضرتك؟ منورنا كلنا ومنور القناه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. استاذ طارق يعني طبعا الحمد لله على السلامه، ودائما متواجد في كل انتصارات النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، سواء في البعثه الرسميه او مش في البعثه الرسميه، ولكن وجود طارق قنديل اعتقد بيبقى له حب كده، والناس بتبقى مبسوطه بوجودك دايما، زيك زي كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا. الحمد لله، هو توفيق من ربنا، وهو والحمد لله واخلاص وروح كلها مع مجموعه من انقى من عرفهم النادي الاهلي، يعني المجموعه الحاليه كلها ما شاء الله عليهم. ايوه. وانت عارف حاجه دايما يتقال ايه، يعني اذا صلح الراس. ايوه. الراس نفسها كابتن محمود الخطيب حاجه اسطوره انسانيه جميله. ايوه. بتديني الدفه بتاعت اي بعثه بجمال وحرفيه وروح واخلاص. أيوة. فبالتالي بتلاقي كل المجموعه بيجمعهم الاخلاص والتفاني، ففي النهايه ربنا سبحانه وتعالى بيكون كرمه كبير علينا. اعتقد ان الفوز بالعشره له مذاق خاص يا استاذ طارق. الحمد لله، هو يعني في خلال 8 شهور يكون البطولتين ورا بعض. أيوة. واللي هم غابوا عنك لمده 7 سنين قبل كده، قبل البطوله اللي فاتت. دي في حد ذاتها كرم من عند ربنا كبير. وفرحه كبيره قوي. وشهاده بحرفيه وجمال وتفاني الجيل ده من اللاعبين والجهاز الفني والاداري والقائمين على الكره في النادي الاهلي. حاجه تفرح يعني. بتفكروا في ال 11 ولا يعني لسه بقى بنفرح شويه وبعد كده نبتدي نفكر؟ لا ده هو كابتن سامي يعني اكيد يعني هو اللي هيقول لك كابتن خطيب يا خلاص يوم او يومين. وشوف اللي بعده ايه على طول. هو النادي الاهلي كده يا باشا. لا، وانتوا كأعضاء مجلس اداره يعني دوركم برضو، لان طبعا الكابتن خطيب ودوره الكبير في قياده السفينه، ولكن كل واحد من حضراتكم له دور هام جدا الحقيقه في قياده سفينه النادي الاهلي طبعا. طبعا الحمد لله متعودين على العمل الجماعي وعلى كلنا مشاركين في كل حاجه بنكلف بيها من قبل كابتن محمود الخطيب، اللي هي حاجات النادي كلها، اللي هي الملفات المتواجده. أيوة. اللي على مدار يعني احنا وداخلين في ال4 سنين يعني تم عملها بشكل يعني يثير الانتباه والاعجاب. الحمد لله كم انشاء خدمات والنواحي الرياضيه. والحمد لله، واللي هي الحاجه الكريمه بقى بتاعت مصر كلها وجماهير الاهلي واعضائه كره القدم على احلى ما يكون. فده فضل من ربنا، وفي نفس الوقت نتاج عمل جامد جدا موجود جوه النادي. يعني حضرتك يعني انا دايما اقول احنا من اول ما دخلنا المجلس والكابتن محمود الخطيب وزع العديد من الملفات على اعضاء مجلس الاداره، كله مشارك في كل نواحي العمل في النادي. وفي نفس الوقت زي ما اقول حضرتك كده، في النهايه لما يكون منظومه بيجمعها الاخلاص والتفاني. أيوة. دايما ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجته النتيجه اللي بيديها لنا. بس دائما خلال الفترات ال3 سنين ونص لغايه دلوقتي، يعني منذ ان بدات عائله الاهلي الحقيقه، ولكن دائما ما بنسمع ان هناك خلافات ما بين فلان وعلان، ولا ده طبيعي يا استاذ طارق؟ ما فيش حاجه اسمها خلافات واختلافات وجهات نظر دايما. أيوة. موجوده الحمد لله. ايوه. جوه المجلس بتبقى موجوده دايما منذ ظاهره صحيه. ايوه. ان الحمد لله في ديمقراطيه بيدار بيها المجلس كويس قوي. أيوة. اللي هو ممكن يكون خلافات وجهات نظر بتبقى موجوده لصالح النادي. ايوه. يعني اذا حدثت في بعض الاوقات. انما عمر ما كان في النادي الاهلي ولا في مجلسه الحمد لله اللي بياخده كابتن محمود الخطيب. ايوه. اطلاقا اي نوع من الحاجات اللي هي لا خروج على النص ولا ادبيات النادي الاهلي ولا خلافات ولا الكلام اللي هو والا الحمد لله ما كناش وصلنا للنتيجه اللي ربنا اداها لنا. لسه كان الكابتن سامي قمصان على درجه من الانضباط. لسه الكابتن سامي قمصان كان بيتكلم في نفس النقطه، ولكن في الجهاز الفني بقى، بمعنى لسه كنت بساله يا استاذ طارق على اللي بيحصل في الجهاز الفني تقريبا نفس اللي بيحصل في مجلس الاداره، وبالتالي هي مبادئ واخلاق وطريقه بكل الناس في النادي الاهلي بتستخدمها منذ 1907 وحتى الان.
اقول لحضرتك يا كابتن اسلام يعني من حسن حظي ان انا اتاكد بيهم في السفريات جامد جدا يعني. منظومه ما بيديرها كابتن سيد عبد الحفيظ باحترافيه واخلاص وحب. يعني تتفرج عليهم حاجه تفرح. حاجه كطريقه اداره نفسها زي ما الكتاب ما بيقول، وفي نفس الوقت حاجه يجمعها الحب والاخلاص يعني حاجه مشرفه. ربنا يديمها نعمه يا رب دايما كده يا رب ان شاء الله، دايما في المقدمه النادي الاهلي يا رب. طب انت كنت خارج المجلس في الصفاقسي، فاكر ماتش الصفاقسي؟ معلش بقى دي حاجه شخصيه بقى، فاكر ماتش الصفاقسي؟ انا قلت كنا قاعدين بعض في الطياره. فاكر ماتش الصفاقسي استاذ طارق يا كابتن سامي؟ ماتش 2006 استاذ طارق، من يعني من محبي النادي، مش من محبي، من عشاق النادي الاهلي من واحنا صغير يعني، من واحنا بنلعب يعني. فاحنا في 2006 وربنا كرمنا برضو في الدقيقه الاخيره بجون ابو تريكا يوم فكنا البطولات العزيزه برضو في تاريخنا طبعا. فالكابتن الاستاذ طارق كان متواجد معانا كمشجع. يعني ما كانش عضو مجلس اداره ولا حاجه، فكان متواجد معانا كمشجع. فدايما الواحد لما بيشوفه كده بيبقى مبسوط، بيبقى فرحان، بيبقى دايما سعيد بمثل هذه الشخصيات. وانت تواجهه مشرفه لينا يا كابتن، ربنا يخليك، بمثل هذه الشخصيات الرائعه الحقيقه. احنا دايما كلنا والله حتى الراجل يعني بيبقى اول ما بشوفه بيبقى متفائل جدا جدا يعني، حتى احنا مسمينه وش السعد علينا كلنا والله. الحاجه بقى الاهم بقى هو عارفها بقى، صلاه الفجر دايما هو ما شاء الله من الناس اللي بتامنها على طول صلاه الفجر. ما شاء الله يعني، ما شاء الله حاجه جميله، وحاسس لا ربنا بيكرمنا عشان كده والله يعني. فشخصيه كلنا بنعتز بيها والله يا كابتن اسلام. اللي موجود معاك هو بس بيتواضع، لكن ربنا يخليك في الاحترافيه والاخلاق والاخلاص يعني. شكرا هو بس ربنا يعني بيجامندا شويه. لا بالعكس والله، ده اقل من حقك والله يعني. انا بشكرك جدا يا طارق بيه على وجودك معانا، ودايما الحقيقه بتنورنا، ودايما بتسعدنا بكلامك الجميل وروح عائله الاهلي الحقيقه اللي متواجده في كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، من الكابتن محمود الخطيب لغايه اصغر عضو مجلس اداره. انا بشكر حضرتك، والف الف الف مبروك.